وحشتيني 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 وحشتيني. مساء الفل والورد والهنا والرضا والسعادة والحب والقوة عليكي أجمل وأحلى حاجة حصلت في الدنيا. أول امبارح كان في حدث جليل، كان في حدث كل الناس في كل العالم تقريبا بتابع الحدث ده. كان زفاف الملكي الأردني لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين. الزفاف ده حصل في أو كان في قصر زهران العامر. صور كتير، فيديوهات أكتر، الناس كلها مبسوطة، حتى لو مش من أهل الدولة الناس كلها سعيدة، الناس كلها بتعلق على ابتسامة الزوج اللي فيها طمأنينة للزوجة، وابتسامة الزوجة اللي فيها حب كبير وود للزوج. طبعا ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله ابن جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين والجميله جلاله الملكه رانيا عبد الله اللي كل ست بتحبها وكل ست بتفتخر باللي هي عملته، وفي ستات كتير قوي بتتمنى تكون زيها، هتسألوني بتتمنى تكون زيها ليه عشان هي ملكة؟ لا، لأنه من صفات الملكات والملوك النبل. هي قد إيه ملكة نبيلة، قد إيه ست نبيلة، قد إيه سيدة نبيلة، قد إيه متواضعة، قد إيه بسيطة، قد إيه عظيمة. وهي بتكلم جلالة الملك جوزها، بحب قوي الطريقة اللي بيتكلموا بيها، سيدنا سيدي جلالة الملك، جلالة الملك وجلالة الملكة. كل الستات في جميع الدول انبسطوا، فرحوا، علقوا على انه أميرة تتزوج من أمير أولاد ملوك. ولكن في بساطة، مفيش أفورة، مفيش حاجات كتير، لبس يتسم بالحشمة بالبساطة. في صورة هتيجي دلوقتي، الأميرات نازلين على الأرض بيعدلوا الفستان عادي، بني أدمين طبيعيين. وعلشان كده العيلة دي أو العيلة المالكة دي قريبة جدا من الناس، لأنها بتتصرف وتتعامل زيهم. الصورة دي لو احنا شايفينها دلوقتي على الشاشة، هي صورة فيها اللي بص على الصورة دي هيفهم كويس قوي. العيلة هي دي العيلة، الزوج والزوجة اللي ما شاء الله بيحبوا بعض، باصين لبعض، الأم والأب الداعم، الأم والأب الداعمة. الأميرة رجوة مهندسة معمارية سعودية، وفي بساطة، ملوك لكن بسطاء. علشان كده كل الناس كانت فرحانة. معايا من الأردن هاتفيا الزميل الإعلامي كمال نزال، يا زميلي، يا زميل عزيز. الله يسعد مساك يا أستاذة رضوى، أنت وكل متابعين برنامج هي وبس. أنا بشكر حضرتك وبشكر حضرتك على هذه المداخلة الهاتفية، وألف مبروك. يعني أول شيء كل الشكر لك، وألف مبروك علينا جميعا. يعني هذا صحيح. الوطني الأردني هو كان عرس للعالم بأسره. صحيح. فهدنا فرحة الناس أجمعين كلياتهم مبسوطين في هذا العرس.
استاذ كمال، ممكن حضرتك كانسان تفسر لي ليه كل الناس مبسوطه؟ هلا الناس مبسوطين من البساطه اللي كانت موجوده، صح، من روح الالفه، من العائله المالكه الهاشميه اللي عم بتشوفها قريبه من القلب. الناس كلياتها حست حالها انه هي فعليا بين اهلها وبين ناسها، عم بيحضروا حفل زفاف طبيعي بيشاركوا فيه كل اهلهم وكل الناس اللي بيحبوهم، وهذا الشيء كان موجود وطابع فعليا على كل مراسم حفل الزفاف اللي كانت موجوده. حفل الزفاف كان مش بس عرس اردني، كان عرس عربي وعالمي. صحيح. احنا بالاردن كمان يعني من زمان ما شهدنا مثل هاي الفرحه، الفرحه اللي كانت جدا عارمه، كانت مميزه جدا باصالتها ببساطتها وكمان رقيها اللي كان موجود. صحيح. ممكن حضرتك تكلمني عن ابرز الحضور؟ هلا احنا كان في حضور عربي ودولي وعالمي كمان. صحيح. ابرز الحضور اللي كانوا موجودين حرم الرئيس المصري السيده انتصار السيسي وابنته السيده ايه السيسي. صحيح. ولي عهد ابو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان، والده امير قطر الشيخه موزه بن ناصر، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح، رئيس الجمهوريه العراقيه عبد اللطيف رشيد وزوجته شناز ابراهيم احمد، نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن محمد ال خليفه، نجل سلطان عمان ووزير الثقافه والرياضه والشباب يزن بن هيثم ال سعيد، كمان من الدول والرؤساء الاجانب ولود العهد ولي العهد البريطاني عفوا الامير ويليام وزوجته الاميره كيت ميدلتون، والسيده الامريكيه الاولى جيل بايدن، بالاضافه كمان انه ابنتها اشلي بايدن، ملك بلجيكا كمان كان متواجد وملك هولندا، بالاضافه لملك ماليزيا وايضا ولي عهد الدنمارك، وريثه عرش السويد الاميره فيكتوريا كمان كان لها تواجد، وايضا ولي عهد النرويج والرئيس الرواندي كمان. يعني احنا بنحكي عن حضور عربي وعالمي. العالمي، حضور عالمي. نعم صحيح، شهدت المملكه الاردنيه الهاشميه. كمان انا حاب انوه انه كان في رساله، هي رساله مشاركه من الرئيس الامريكي جو بايدن هو وزوجته، شاركوا فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مباركته لجلاله الملك المعظم عبد الله الثاني وزوجته كمان الملكه رانيا عبد الله، وايضا سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير حسين. فاحنا عم نشوف فرح عالمي كان موجود بطريقه راقيه محدده للجميع، فعليا كان عرس وطني بامتياز. طب انا قبل ما هسالك عن يعني على سؤال شخصي ليك انت، عايزاك الاول تكلمني عن التاج رجوه الله. هذا التاج اللي تزينت فيه سمو صاحبة السمو الملكية الأميرة رجوة، رجوة الله، يعني في خطاب كان لسمو ولي العهد في لقاء شبابي جمعه، أحد الأسئلة اللي طرحت على سمو ولي العهد كيف تعرفت على سمو الأميرة رجوة؟ فكان إجابته إنه أنا تعرفت عليها عن طريق كان لقاء شخصي، وراحت الأيام وبطل في أي تواصل، بعدها خطرت على باله وتواصل معها وصار نصيب، وذكر جملة قال أنا مش كل يوم بلاقي شخص مثل رجوة، فهو اعتبرها في إنه رجوة من الله، إنه هي الدعوة من الله تعالى لصاحب السمو الملكي الحسين بن عبد الله. التاج أهو معانا على الشاشة. إحنا بنسمع عندنا هنا في مصر يا أستاذ كمال إنها كانت يعني الزواج ده كان نتاج قصة حب. نعم. صحيح؟ هو كان في لقاء وكان في تعارف وناتج عنه. أنا سمعت إنها كانت زميلته. كانت نعم كانت زميلة. نعم. صحيح. وبعدها انقطع التواصل وبعدها رجع التواصل عن طريق صاحب السمو الملكي الحسين بن عبد الله. أنا عايز أسألك سؤال شخصي ليك. نعم. أنت شخصياً. أكيد. كل واحد فينا بيتشرف ببلده ودولته وجنسيته وكذا، بس عايزك تكلمني عن احساسك وانت في بلدك فيها هذا الكم من الحضور العالمي لحضور حفل الزفاف الملكي. والله فكره وصفي، الاردن دائما معروف عنها ان هي بلد الجميع، في بلد الامن والامان، والله يديم الامن والامان على الجميع يا رب. يا رب. شعور جدا جميل لما تلاقي بلدك في كل محفل، الناس بتحسدك على بلدك، الناس بتحسدك على العائله المالكه، الناس عم تسمع بلدك دائما تنذكر في كل مكان،
بتسمع عن القياده الهاشميه الحكيمه اللي الناس بتتغنى فيها. صحيح. بتسمع اندهاش الناس عن بساطه العائله المالكه. والعائله المالكه هذا الشيء مش غريب عليها ابدا، يعني احنا شهدنا للعائله المالكه كثير من التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي عبر كثير من التواصل. كان في لقاءات كثير جمعت جلاله الملك وجلاله الملكه وايضا سمو ولي العهد بإفطارات سنوية دائما. لسه كنت بتكلم قبل المداخلة التليفونية عن انه انا بحب طريقة جلالة الملكة في الحديث عن جلالة الملك. يا سيدي يا جلالة الملك. حديث مليان احترام وحب واصول واصول. اليوم اي مش بس عائله مالكه ولا دوله رضوى، اي مكان في العالم بدك تبنيه بطريقه صح بدك تبنيه بالحب والاحترام. اشكرك. لما يكون في اساسه حب واحترام وبساطه وتعامل بشكل فعليا صحيح بتبني انت من خلاله موقع لك رصين ومكين. زميل عزيز استاذ كمال، الستات عندنا هنا في مصر اللي انا شفته ان هم كانوا بيحطوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي فساتين الاميرات وبيقولوا عليها ان هي قد ايه بسيطه وقد ايه قريبه لاي سيده او اي بنت انها تقدر تلبس حاجه شبهها. صحيح. فهل ده الفكر السائد عند الأميرات ولا هل ده موجود في الدولة بالكامل؟ يعني هل السيدات والبنات بيرتدوا بالبساطة دي وبالشياكة دي بسيط بسيط راقي راقي؟ نعم في رقي. نعم. دائما بساطة الشيء جمالية الأشياء في بساطتها. صحيح. هذا الشيء معروف ومعهود فيه. بالاضافه كمان لفي بروتوكولات ملكيه هي اللي بتحدد كمان هاي الامور، بس البساطه بشكل عام اوكي هي اللي طاغيه. صحيح. على العائله المالكه بشكل عام. اشكرك زميل عزيز الاعلامي كمال نزال. الف مبروك للعروسين الزفاف الملكي الاردني. حدث كل الناس تابعته. انا شخصيا انبسطت، مش عارفه انبسطت ايه بس انبسطت. تابعت شفته هو بيبص لها ازاي، شفتها وهي بتبص له ازاي، وفيديو جاب فيديو وفيديو قديم كمان وهم قاعدين جنب بعض كل واحد فيهم بيبص للتاني. الاميرات بتعدل فساتين الافراح عادي للاميره رجوة. فعلا البساطة والرقي بتخلي الحاجات شكلها حلو، عشان كده احنا مبسوطين، مبسوطين من بساطة، مبسوطين ان احنا مش حاسين انه في اميرة وامير بيتزوجوا. طبعا كان حدث جليل وحدث كبير وفخم وكذا، لكن البساطة الحكاية كانت حلوة. شفت الفيديو اللي هم كانوا بيتم فيه عقد القران او كتب الكتاب، الطريقه اللي هو كان بيمضي بيها وبيبص لها والطريقه اللي هي كانت بتمضي بيها وبتبص له، تقول انه الزواج اللي بيبني على الاحترام والتفاهم والحب بين الطرفين حلو حلو. انه دي الصوره دي اثناء عقد القران، حلو ان اتنين يتجوزوا وهم بيحترموا بعض، حلو الاتنين يكونوا بيحبوا بعض يدعموا بعض. الطريقه اللي بيبص لها بيها تجنن. انبسطت. الف مبروك للعروسين والف مبروك للعائله اللي احنا كلها بنحبها ونحترمها. ومبروك جلاله الملك، مبروك جلاله الملكه، مبروك العائله بالكامل. يا رب كل واحدة تقابل الراجل اللي تتجوزه بالحب بالاحترام بالتفاهم بالتسامح بحفظ الكرامة. مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات، يلا
نبدأ حلقتنا ولكن بعد الفاصل. صديقة الطفولة والمدرسة الأنتيم البست فريند بتاعتي مخرجة وما زالت مخرجة وكانت ساعتها مخرجة وكلنا كنا بنقول إنها هتكسر الدنيا في عالم الإخراج والفن والأفلام والكليبات لأنها أصلا اشتغلت ده ساعتها. وبعدين من كام سنة ربنا أهداها وهداها الحجاب، اتحجبت عملت براند، البراند اشتغل ما شاء الله سمع جدا، استضفناه عندنا هنا في البرنامج مرة واتنين ودي التالتة. هي موجودة هنا مش عشان هي صاحبة الطفولة، هي موجودة هنا لأنها شاطرة في أي حاجة وكل حاجة بتعملها وأنا عارفة كده. فدوى مويه حبيبة قلبي منور الدنيا يا فوف. والله وانتي كمان وحشتيني جدا. ازيك يا فوف؟ وانتي كمان وحشتيني. انا عارفة انه انا بس قبل ما نخش في العبايات، انتي دخلتي في الاخراج تاني؟ انا مكمله عادي، دوكيومنتري موفيز، الافلام التسجيليه شغاله، الاعلانات شغال، كله شغال. وبتعرفي تعملي اتنين يا فدوى؟ انتي ام عندك اربع بنات ما شاء الله، و بتعملي العبايات، بتعملي براند بتاعك، بتصممي وبتخرجي بتنامي. الحمد لله. بصي، هو اهم حاجه ان الواحد يبقى مش حاسس كست بصراحه ان انت اندبندنت سوبر وومن، عمرك ما هتبقي ده، فلازم يبقى بتشغلي تحت ايديكي ناس، او بلاش تحت ايديكي ما بحبش الكلمه، معاكي ناس يعني يبقوا فاهمين ومقدرين انت ازاي متكله عليهم اتكال تام تقريبا في الحاجات دي كلها، فاهمه قصدي؟ فطول ما التيم ورك معاكي ناجح الدنيا بتقوم، لو واحد وقع منهم لازم هتلاقي نفسك اكيد وقعتي في حاجه. طيب فوفا مديانا ست اسايم، هندي فوفا القسيمه ناخد العبايه صح كده؟ هندخل التليفونات لكن بعد ما نشوف فدوى مواهب عامله ايه نبص بقى كده. طبعا انت بهراني دي اول عبايه، انت عارفه احنا داخلين سيزن الحج، فكنت حابه قوي الموضه طالعه دلوقتي زي كسوه الكعبه شويه، فالشغل كله مستورد، الخامات كلها من بره مصر، كان نفسي اقول انها مصري طبعا بس يعني جايبين حاجات كتير من بره مصر، كله شغل هاند ميد، يعني ده كله مش طباعه، مش زي العبايات الموجوده في السوق، لكن ده كله شغل هاند ميد سيرما يدوي. سيرما كله مشغول. وبحب انا دايما اعمل من العبايات الاسود او الابيض، لان سيزن العمره الحمد لله اتفتح علينا كمان السنه دي، يعني احنا كان بقالنا سنين ما بنشتغلش في العمره، فحبيت ان انا اعمل برضو اللون الابيض مع الاسود، فهتلاقي يعني هي لابساها، انا لابسه الابيض بتاعها. طب انا واخده بالي انه اسود في ذهبي فضي، انت ابيض في ذهبي فضي. ذهبي فضي. الكالرز لما بتبقى 3 من يعني ثلاث الوان بتبقى عامله سترايكنج اكتر، لما بتيجي تحطي لونين بس بتحسي انه في ساعات اتامه بتحصل، ممكن تقتمي العبايه نفسها. وانا مركزه دلوقتي وانت لابسه طرحه او اشار فضي. لا دلوقتي خلاص عادي جدا، انت ما فيش اصل مش لازم، احنا عندنا ما اعرفش ليه الناس حافظين انه في الحج او في العمره لازم ابقى لابسه اسود في اسود في اسود، ما عنديش ولا كلاينت من اللي طلعوا حج او عمره الفتره اللي فاتت كانوا لابسين على اسودات في طرح، يعني حتى لو هي لابسه العبايه سودا بتبقى لابسه عادي جدا الطرحه نود سيلفر جراي عارفه بتفتح بيضة. تفتح. بس هو ينفع سيلفر؟ ينفع فضي؟ يا سلام. لا ده كتير، ده انا بصي بقول لك السيزون السنه دي الحمد لله، وكان عامل شغل جامد جدا، الناس هناك الحمد لله بيبعتوا لي يقولوا لي طول ما احنا في الكعبه بيسالونا انت لابسين العبايات دي منين؟ فالحمد لله بفضل ربنا يعني الحاجات دي مش موجوده في السعوديه نفسها ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، حتى السعوديين طالبين. يعني ممكن تفهميني ايه دي؟ كتابه عربي برضو اللي هو بيسموها زي كتابه ايراني كده كوفي، عشان في ناس بتسالنا الحروف دي عباره عن ايه. برضو انا حابه زي ما تقول لك الكومباوند كولرز اللي هو الالوان اللي تبقى كتير، عشان لما بحط الثلاث الوان مع بعض بيعمل كونتراست حلو للعبايه وبينطقها.
حبيت ان انا ابرز فيها الصدر، يبقى فيه النقشات كلها ونفس اللي موجود على الصدر على الاساور، بحيث انه يدي شياكه وفي نفس الوقت العبايه هاديه، يعني خطيرة. هي مش فرح، يعني ما ينفعش تروح بيها فرح مثلا او دي ينفع للعمره وكذا ولا ما ينفعش؟ هي ما بتطرحش بيها غير دلوقتي للعمره، وبيلبسوها طبعا هنا في مصر عادي، فدي ميزتها انك تقدري تستخدمي الاثنين. دي انا عاملاها برضو جديد، كل ده شغل هاند ميد زي ما انت شايفه، كل ده يدوي وكل ده متطرز جبير على سيرما مع بعض، فمدي شياكه وسمبليسيتي قوي جدا. عامله منها برضو الاسود وعامله منها الابيض، عشان في ناس خلاص مش عايزين، شالوا التوب الاسود خالص وعايزين يلبسوا على ابيضات، وفي ناس حابه انها تبقى رايحه بلون ولون، لون ولون، فاهمه قصدي؟ عشان بس الاكتريه دلوقتي بياخدوا الابيض ولا بياخدوا الاسود؟ بصراحه انا بقالي دلوقتي داخله شايفه ان انا داخله على 8 شهور الابيض، يعني حاجه في ترند، في حاجه كده جديده، او يمكن انا لما نزلت الابيض ابهر الناس. الناس هنا كل المحلات وكل البراندات المصريه للاسف عاملين كله اسود فقط لا غير، فاهمه قصدي؟ ما حدش بيخرج من اللون، فانا خرجت بالابيض وهو لون اسلامي، ما هوش لون مثلا احمر او لون حاجه اللي هو هتبقى مثيره للجدل، والحمد لله رب العالمين. يعني لقيت يعني انت عامله ابيض واسود، ابيض واسود، ابيض واسود، ورمادي بقى بطعم بيه، بيج اطعم بيه، ذهبي، يعني فاهمه قصدي؟ زي ما انت شايفه كده، هو في ذهبي بس مش الذهبي اللي يخليكي تقولي لا ما ينفعش دي اروح بيها حج، لا ده انا اتكسف، او دي سواريه، لا خالص، اهو سمبليسيتي كلها، لان درجه في شعرايه كده بين اللون الذهبي والاكسيديه اللي ممكن تقلب فرح، فاهمه قصدي؟ وبيتلبس تحتيها ايه يا فوفو؟ ايه العبايه البيضه دايما احنا بنلبس هيدي الابيض بتاعها، برضو سيمبل جدا، ببقى زي هي وهي واقفه كده بتبقى لابسه تحتيها تلبيسه، حاجه اسمها تلبيسه، عشان اي عبايه بيضه في الدنيا بتكون ترانسبيرون، بتبقى شفافه. فاحنا دايما بنقول للكلاينتس يا اما انت تبقي اوريدي عندك بنطلون واسع او حاجه واسعه، فستان ابيض كوتن ممكن تلبسيه تحتيها، او احنا مقدمين اوريدي حاجه اسمها تلبيسه، عباره عن دريس لونه ابيض سيمبل ما فيهوش اي حاجه، خامته بسيط بس خامته مش بتشد قوي، لا بس مش بتحر. خدي بالك انت عندك برضو سلاح ذو حدين، ان انت ممكن تكوني بتقدمي حاجه تقيله فتحر، وانت هناك مش ناقصه في الحر خالص يعني. فبنقدمين خامه بتبقى خفيفة وفي نفس الوقت محملة، بنسميها محملة انها ما تبقاش شفافة، فبتقدري ساعتها إن تلبسها تحت العباية وشكرا كده خلاص عادي، فلا تحريني ولا وفي نفس الوقت ما تبقاش شفافة. بالظبط، برافو عليكي. اسمها ايه؟ تلبيسة. تلبيسة. ده انت بس اللي بتعمليها؟ يعني احنا اول ناس انا ولينا في الاتوليه عندنا عملناها، وده بسبب انه انا بحب البس، ما بحبش البس بنطلونات، طب هلبس ايه؟ يعني عايز البس فستان، فاقول لك بيزك، اروح اشوف مثلا في محلات في المولز مفيش بيزكس وايت، ولو لقيتيه بتلاقيه كات، طب انا عايزاه بكم يا جماعه، انا محجبه مش هقعد البس حاجه على حاجه وبادي فوق، يعني واحد حر حران. يعني فهو التلبيسه خفيفه حلوه جدا وفوقيها اي حاجه، وميزتها ان انت كمان تقدري ترمي زي كارديجان فوقيها، عايزه تلبسي حاجه هاي لو، حاجه قصيره مثلا من قدام طويله من ورا، فشكلها بيبقى حلو قوي ما شاء الله. دي برضو عندي لاين طبعا كتير جدا بيسالوني برضو عن السواري، يعني انا عندي كاتب كتاب ابني، عندي فرح، عندي مناسبه خطوبه، عايزه ابقى لابسه عبايه ويبقى شكلي سيمبل وشيك، ما بقاش مبهرجه، لان انت مهما كان لابسه عبايه. فبرضو ده كله متطرز برضو كله يدوي، قطن مع سرمة وفي مرايات، كل ده شغل معمول بره مصر، بيطلع عنا طبعا عشان نفهم الناس احنا عايزين ايه، ومكان بيتعمل مخصوص، يعني انا عندي الصور للناس وهي شغاله بالمكان وهو بيعمل لك الفورمات بتاع الديزاين اللي احنا بننقيه للحاجات دي كلها. الحبايب بتاخد منك قد ايه وقت في التنفيذ؟ من اسبوع ل 10 ايام الوحدة. لا مش الوحدة، الاوردر، يعني عشان بس ايه دلوقتي الناس بتنشر الكلمة دي هتتاخد عليا. يعني لا، العباية بتتقص وتتقفل في حوالي طبعا يوم او يومين ماكسيم، يعني قبل ما بتتقص وتاني يوم مثلا تتقفل ما بتاخدش اكتر من 2 دايز، لكن انا عشان الويتنج ليست او ما شاء الله الاوردرات، فلازم فبنقول للكلاينتس عشان يعني ما يبقوش بينزلوا 15 يوم. لا بنتكلم في من اسبوع ل 10 ايام، طبعا في سيزن بقى زي السيزن اللي احنا داخلين عليه الحج ده، لا ممكن توصل ل 15 يوم عقبال ما توصل لها العبايه. فهمت. دي زيها بس البيضه. الابيض، وزي ما انت شايفه الكونتراست العكس، يعني الثانيه متطرزه على ابيض، دي متطرزه على اسودات، وزي ما قلت لك اللون الجولد، انت حاسه فيها جولد؟
لان انا منقيين درجات الجولد، يعني مش عايز اقول لك بيطلع عنا يعني. تصدقي فدوى فعلا الابيض انت تحسيه كانه سكري، كانك شايفه حاجه سكري لكن هي كلها ذهبي اصلا. يعني هي كلها مليانه ذهبي، بس الشعرايه اللي احنا بننقيها يعني درجه الذهبي دي بتعصبني جدا. انا عايزه اقول لك يعني البعض اللي هو منع افضل لان في لون بيقلب فلاحي شويه، وفي لون بيقلب سواريهاتي قوي، وفي لون بيقلب اتم، فانا بقعد عايزه اللون اللي هو يبقى هادي وشيك وفي نفس الوقت يبقى مدي، بس ايه داي. تعالي بقى ناخد التليفونات. اول حد معانا مين؟ يا سماح. الو، مساء الخير يا سموحه. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انت يا سموحه جدا جدا قد الدنيا كلها. انا كمان بحبك قد الدنيا كلها. والله مش مصدقه نفسي اصلا ان انا بكلمك. نورتي الدنيا كلها يا سموحه. منوره الدنيا دايما يا ربي. والله مش قادره اقول لك احكي اصلا بتسعدينا قد ايه، ويعني انت وجودك في حياتنا طاقه ايجابيه مش قادره. والله انا بحبك قوي قوي ومش مصدقه اصلا ان انا كلمتك. يا ربنا يخليكي يا سموحه، ده كلام ده كلام كبير. طب ويا سموحه ايه رايك في العبايات بتاعت فدوى؟ تحفه كلها حلوه قوي، كلها جميله يا حبيبتي. هي تعبانه فيهم والله يا سموحه. احنا كسبنا اول هديه من فدوى مواهب، خليكي معايا يا روحي. ياخدوا بياناتك في الكنترول. معايا تاني واحده منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا منى. زي حضرتك انت يا منى. الحمد لله حبيبتي. ايه رايك في عبايات فدوى مواهب؟ انا عايزه اقول لك مدام فدوى اصلا عباياتها انا على طول بجيب منها. شفتي بقى؟ اقسم بالله المصحف انا جايبه 3 عبايات منها، فما شاء الله يعني. هي جميله وحاجاتها احلى خامه احلى شغل ما شاء الله. طب احنا كسبنا بقى هديه بقى النهارده من فدوى. ربنا يخليكي يا مدام منى، خليكي معايا. تاني هديه من فدوى مواهب. تالت امينه. اميره ازيك يا طنط، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي طنط؟ والله العظيم وحشتيني جدا جدا جدا. وانت كمان، بس انا الكلمه فاهمه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلب مامي. عايزه العبايه لمين؟ كنت عايزه اجيب هديه لماما في عيد ميلادها. يا حبيبتي طيب مبروك علينا تالت هديه لماما اسيمه من فدوى مواهب. خليكي معايا روحي. ياخدوا بياناتك في الكنترول. كل سنه وماما طيبه. تخيلتي في يوم من الايام ايوه بناتك وانا وانتي بنضرب بالشماعه من طنط نجوى مامتك ان احنا هنقعد قدام بعض وحد هيقول لي يا طنط؟ انا بتهيألي ماما دلوقتي لو بتتفرج علينا زمان واقعه طبعا من الضحك. يعني الشماعه اللي علمت هنا وعلمت هنا قاعدين قدام بعض وانا بيتقال لي يا طنط. كنا بنضرب على الشماعه ليه يا رضوى؟ عشان المذاكره يا رضوى، مش عشان عملنا حاجه. لا يا اختي، عشان كنا عايزين نتاخر لحد الساعه 9:30. تسعة ونص مش دلوقتي مامي عايزين الكيرفيو يبقى 11. انتي ناسيه ولا ايه؟ 9:30. يلا الحمد لله، يلا الحمد لله. تحفه يا فاطمه. بصي انا بحب قوي القمر والنجمه في لان الشغل العسل زي بيديكي دايما احساس شغل عربي، يعني ما ينفعش تشوفي قمر ونجمه وتحسي ان ده حاجه اجنبيه او حاجه مش مفهومه. مزبوط. فعشان اطلع ما يبقاش كل الديزاينز عندي كتابه، حبيت ان انا اكون بجدد شويه في انه الديزاينز يكون فيها برضو اللي هي النجوم وال تهبل والكريسنس. برضو في منها برضو الابيض بتاعها وفي منها السيلفر، يعني معمول على السيلفر بقى. بس السيلفر لو شفتيه دلوقتي يعني بصي هيعجبك جدا. هاتوا السيلفر. هاتوا السيلفر من جوه. تحفه. دي قماشتها ايه دي؟ بصي ده كل العبايات عندي معموله من حاجه اسمها كراب حرير، لا هو الكراب بتقل الكراب وحريته ونشفانه كده وكده، ولا هو حرير اللي هو يبقى مزفلط كده ومش لطيف معاك. اهو هو ده. بصي انت حاسه انها سيلفر من لقيت شويه تحسيها اوف وايت على سيلفر، مش مفهوم لون جينز، عارفه اللي هو بيديكي كذا لون مع بعضه. فدوى دي بتتفتح، يعني دي ممكن تلبسها على بنطلون؟ ممكن مفتوح، هي ممكن تفتحها دلوقتي تحتيها اوريدي التلبيسه، ممكن تلبسها على بنطلون عادي جدا. جينز وتوب. عندي كتير كتير شباب بيقولوا لي بصي ما عملناش الكباسين اللي من جوه، يعني كل العبايات مقفوله بكباسين. فعادي جدا ان انا ممكن اشيل شريط الكباسين وتبقى كانك لابساها كارديجان. انت فاهمه قصدي؟ برافو. بس انا بحب ان انا اعمل الكباسين عشان لو غيرت رايها، حبت تطلع بيها حاجه، تقفل تطلع عمره تخرج، فهي موجوده وانتوا اعملوا ستايلنج زي ما انتوا عايزين. اوكي عايز تقفليها اوكي. يعني خطيره. انت عندك مقاسات يا فضل من دول ولا انت بتعمليها وان سايز؟ احنا عندنا ميزه الحمد لله بفضل ربنا انه احنا الاتيوليه عندنا اتيوليه مش مصنع. خدي بالك انه ما في، انا لسه كان عندي كلاينت ربنا يربي يعافيها 180 كيلو
قاعده. فبتكلمني قاعده تدعي لي تقول لي انا ما فيش حد في مصر ما فيش محل اقول له ايه؟ اقول له 180 كيلو يروح قافل السكه في وشي، اروح لهم طبعا ما فيش مقاسات يقعدوا يضحكوا عليا. فاحنا الحمد لله بفضل ربنا بقدر اعمل يعني لغايه 180 كيلو نفذتها وجت مقاسها من غير ما تجي لي جوه الاتيليه ولا اشوفها ولا تشوفني. فاهمه قصدي؟ بس دي برضو نفس الديزاين كده كله، ده كله مطرز بسيلفر لون الفضي مع لون ابيض وكسر ذهبي خفيف جدا دهبي. جدا اه فيها ذهبي يعني لو شايفه اللي هي الدوائر اللي عامله زي الترتر دي كلها ده مش هتبصي بس مش باين يعني. وخدي بالك انت كمان كميه الاضاءه هنا غير طبيعيه، فالمفروض العبايه دي ايه تلعلع بالظبط. انا دي ده الحاجات اللي انا بحبها، ان انا اكون جايبه حاجه تبقي شيك قوي قوي لابساها ديفرنت جدا مختلفه جدا، وفي نفس الوقت ما انتيش طلعتي تبقي مقفوره او شكلك اوفر قوي عن شكل العبايه بتاعتك. خطيره، هي ضحكتها تجنن. انا هاخد اميره تاني. اميره الو، ازيك يا اميره؟ عامله ايه يا اميره؟ انا بصي انا بحبك جدا حبيبتي، انا بحبك اكتر بجد، انا مبسوطه قوي اصلا انا بكلمك. دورتي الدنيا كلها. ميرو، ميرو شفنا العبايات بتاعت فدوى. ميرو الديزاينز كلها جميله، الديزاينز كلها جميله بجد الحمد لله. طيب يا ميرو احنا كسبنا رابع هديه من فدوى مواهب، خليكي معايا ياخدوا بياناتك في الكنترول. ساميه يا دودو انا بعشقك والله العظيم بعشقك، بحبك قوي انا ومامتي، دايما بتفرج عليكي ومن سيزون 1 ودايما من نجاح لنجاح، انا بعشقك بحبك قوي 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 قوي. يا سمسم ربنا يخليكي يا سمسم بجد، وخلي ماما تدعي لي والنبي والنبي. ينفع اخد انا وماما؟ ما حبيبي لا مش هينفع عشان معانا حد، خلاص انا اسفه حقك عليا، بس ممكن تلبسيها انت وماما يعني، ممكن تاخد اللي هو السايز الميديوم. في عندي حاجه اسمها فراشه، ديزاين اسمه الفراشه دي، بيبقى جواه حزام من جوه بحيث انه لو حد مليان يقدر يلبسها، ولو حد رفيع بس مجرد انها بتلبس الحزام بيربط من جوه فبيعمل لها الشيب الوسط. حلو قوي، خلاص يا سمسم مبروك عليكي. خامس هديه من فدوى مواهب، اخر هديه هي اسماء. يا اسماء ازيك يا رورو؟ عامله ايه؟ ازيك انت سمسم؟ انا بحبك قوي وانا بحبك اكتر والله، بحبكم كلكم بجد يعني بجد. انا مبسوطه ان انا كلمتك والله، انا اول مره اكلمك، بس انا بعشقك وبعشق البرنامج بتاعك، وربنا يخليكي لينا يا رب ويخليكوا ليا يا روح قلبي. ظهري لينا يا عيب عليكي ما حدش يقدر يجي جنبكم يا ماما طول ما انا عايشه ان شاء الله. ايوه تمام. طيب سمسم قولي لي، شفت العبايات بتاعت فدوى؟ شيك جدا ما شاء الله عليها، حاجه راقيه ورقيقه وسيمبل يعني، بصراحه حاجه محترمه قوي. اه دي حقيقه. سمسم احنا كسبنا اخر هديه واخر قسيمه من فدوى او فدوى مواهب، خليكي معايا روح ياخدوا بياناتك في الكنترول. البراند بتاعنا فدوى مواهب. هو قولا واحدا الاسم مش مسميه انت عارفه بابي ابو المواهب اصلا، بس ابو المواهب احنا حبينا ابو كمان وخلينا مواهب كفايه عليه. دي اخت اللي هي كانت لسه لابساها من أيوة شويه برضو. ايوه خدت بالي برضو زي ما انت شايفه التطريز فيه فضي وذهبي، ازاي يعني لو التطريز كله فضي وذهبي، ولو بصيتي عليه هتحسي كانه متطرز قطن اصلا يعني، انت لو انت ماشيه من بعيد ولا حاجه مش هتحسي خالص بالشغل التقيل قوي ده. حلو قوي فتح. فده اللي مقيم العبايه ان هو بيخليها تبقى لابسه حاجه. وبصي عايزه اقول لك على حاجه برضو من الميز، انه ان شاء الله بفضل ربنا اي حد بيكون لابس من عبايات عندنا بتبقى كانها سينيه، لان الحاجات دي هاند ميد يعني معموله يدوي. يدوي فمش معموله مش موجوده عند اي براند ممكن تشتريه تاني او اي ديزاينر تانيه، هو معمول مخصوص لينا احنا يعني بره مصر. ما شاء الله. انا عايز اشوف بقى اللي بعديها سمحتوا يا جماعه. حلوه زي ما انت شايفه، لابسه اسود والطرحه زي ما انت شايفه هي فيها اوكسيد. لا بصي بقى اللي داخله علينا دي اختها برضو، بصي فيها مرايات زي ما انت شايفه. انا بحب قوي المرايات يعني، بحب قوي السيركل يبقى جواها المرايه كده وناعمه جدا، وبحب الكونتراست دايما بتاع الاسود مع الابيض. انتي قمر كده. الاسود مع الابيض في ذهبي سنه اوكسيديه خفيف جدا برضو. العبايه دي بنسميها هاف هاف اللي هو نص ونص، ميزتها انها بترفع اي حد يبقى بيلبسها.
عشان لو اي حد عنده ديفو في الجسم العين متاخده في الشغل زي اللي انا لابساه. فلو منطقه الصدر كبيره او الهانش او في بطن او حاجه، كل ده انت في لاين طويل اخد عينك واخد العين، فمش مبين اي ديزاين. عندي دايما للمليانين بنصحهم دايما ياخدوا الهاف هاف اللي هو النص نص، او في موديل تاني برضو هيطلع معانا كمان شويه اللي هو ثلاث ارباع، فبيخطف العين للجزء التحتاني، فانت عينيكي بدل ما تبقي مركزه في التخن اللي فوق، لا عينك بتتخطف للشغل اللي تحت موجود تحت معاكي، ان كان تحت او في الاساور. انت اللي بتصممي يا فدوى؟ اه انت بتصممي كل دول؟ اه وانت اللي بتختاري القماش لكل تصميم؟ اه، لان انت صعبه قوي اختيار القماش مع الحاجات دي. ده اللي قصدك عليه؟ اه، ان انت بتبقي بتخطفي العين لجزء تحت، فبدل ما يبقى حد مركز في انه منطقه الصدر ايه، البطن ايه، الهانش ايه، لا انت نازله عينك يعني غصب عنك عينك رايحه لتحت، ما ينفعش يبقى فيها شغل كتير وانت باصه في حته تانية يعني. فدي برضو كلها متطرزه هاند ميد، كله جبير قطن، مع في ترتر لونه ذهبي جواها. ايه؟ اه، لو ركزتي هتلاقيها زي ما بقول لك كده بالظبط. ممكن تلفي كده معلش ثانيه واحده اشوف الترتر اللي هي بتتكلم عليه ده؟ جوه يعني شايفه جوه الجبير القطن في ترتر ذهبي مكسور خالص لونه. لا تعالي. مكسور خالص. لا انا اسفه. لا انا اسفه. قصدك ده؟ اه. يا نهار، ده عمر ما الانسان يقدر طيب. كله معمول بالسرمة كله، فاهمة قصدي؟ فأنا بحب دايما إنه الشغل يكون يعني عاملة له ألوانه كده مختلفة شوية. شاطرة يا فدوى، شاطرة بجد. أنتِ فدوى أنتِ نورتيني. ربنا يبارك لك يا حبيبي والله. و بجد بيبقى حلو إنه تعالي 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 على على الحلاوة دي. سواري على الحلاوة. دي سواري أنا مسميها الحلقة، عامله زي حلقه الحلق كده، عارفه الحلقان بتاعت الاسكندرانيه كده اللي هي الكبيره دي. بسبب حلاوتك دي. دي عبايه برضو سواري. بصي اهو شايفه الترتر اللي انا بقول لك عليه كله اهو، وخفيف جدا لان عشان كسراه معاه جبير قطن. عارفه انت لو حاطه معاه حاجه تانية بقى هتلاقي التطريز، هتلاقي الدنيا ولعت بقى. هتلاقي العبايه بقت في حته تانية خالص. بس وعايزه اقول لك عشان تقعدي تفهميهم، هنا في يونكا وهنا حلقه واعملي الورده ونعمل الديزاين ويطلع الديزاين مش حلو ونقلب تاني، فالموضوع بيبقى صعب جدا يعني. الله يكون في عونك. بس بتاخد منك العبايه قد ايه في التصميم والتنفيذ بقى كلها على بعض؟ لا كتير بقى ده في البدايه في الشو في ان انت تعملي القماش نفسه، اللي هو القماش نفسه ان انت تختاري القماش بياخد مننا وقت كتير، بقعد كتير عشان والمكن، وبعدين بتتعاملي مع ناس بقى من جميع الجنسيات، بنجليش وهنود، وتفهمي بقى اصلا اللغه اصلا مش مفهومه، فيعني لا حاجه صعبه جدا يعني. انت نورتي. الله يبارك لك. انا عايزه اطلب بس طلب صغير منك. انا ماما لسه عامله عمليه قريب كبيره جدا، نفسي يعني تدعوا لها كلكم كده على الهوا ان ربنا يقومها لنا بالسلامه ان شاء الله. يا رب يشفيها ويعافيها. يا رب امين. من يا رب. من اعظم واجدع والذ الامهات. صحيح يا نونا، انت كنت بتضربينا بالشماعه واحنا شحطه في ثانيه ثانوي، وانا امي الله يرحمها كانت بتقول لك اديهم ما ترحمهمش، تقول لك انا مش قلقانه عليك ده، ما انت هناك بالظبط كده. لكن احنا بنحبك وربنا يشفيكي ويديكي الصحه وطول العمر وتعيشي جدعة وحنينة وطيبة زي ما انت يا نونا. انا مبسوطة قوي، الاحساس بيبقى مختلف لما تبقي مذيعة ويبقى قاعد قدامك صاحبة عمرك، صديقة الطفولة اللي كانت معاكي في نفس الفصل، بتاخدوا مع بعض نفس الدروس، الاهالي الاوتوبيس، اشطر اتنين في الالماني والماث. بس الالماني كانوا لا كانوا عاملين عقده، معلش الماني يعني. والماث وكنت بذاكر للينا اختها الرياضه، رياضه واحد ورياضه اثنين، وهنتكلم في المزرعة. وشكرا على الهدايا الحلوه اللي انت اهديتيها لي بنات وستات حبايبنا، وشكرا على التصميمات الجميله، ويا رب دايما تبدعي وتنورينا وتورينا. ميرسي يا فوفو. مشاهداتي حزاتي وبناتي يا الحبيبات، فاصل قصير جدا ونرجع لكم من هي وبس. قلنا عايزين شوية موسيقى، شوية طرب، شوية حاجات حلوة، فقلنا نجيب مين؟ نستضيف دلال الخميسي. منورة الدنيا كلها يا دودي. ربنا يخليكي، ده نورك. عاملة يا دودي؟ ده نورك. عازفة وموسيقية.
وجايبه لي ثلاث حاجات هنا في الاستوديو. عامله لك حفله كبيره. شغل، هنعمل حفله ان بارتي انا وانت دلوقتي. ايوه. ايه يا ماما بتعملي كل ده؟ يعني هو المين ده انا عازفت اصلا بيانو وأورج، وده بقى كده يعني فن بلزوم الشغل. قعدتي تدرسي قد ايه في الحاجات دي؟ هو انا اصلا من وانا طفله يعني، انا دخلت الكونسرفاتوار وانا طفله وكملت يعني بيانو، كنت قسم بيانو. انا بلعب اصلا بيانو اللي هو بيانو كلاسيك. بيانو وبتمرني عامله اكاديميه عامله حاجه، ولا مجرد انت مكتفيه ان انت عازفه وبتلعبي وخلاص؟ لا كنت بدرس فتره، بس انا يعني حاسه نفسي في حته ان انا ابقى على المسرح اكتر يعني. يا سيدي يا سيدي. طب هنبدا بالايه؟ نبدا باللي انت عايزاه. اللي انا عايزه بارتي. ماشي. أنا ممكن نبدا بحاجه غربي وبعدين نخش في حاجات شرقي. خشي اللي انت عايزاه. ماشي. بس ثانيه واحده، عشان ايه الموضوع؟ ايه موضوع كبير؟ لا مش كبير. كذابه هتلبسيه. ما هو بيتلبس ده اورج محمول مش اورج. لا وبينور. ثانيه واحده ثواني. اهو بيقلب توك توك اهو. بس ماشي نشغل بقى. شكرا. الشطاره دي ربنا يخليكي. انتي بتطلعي على مسرح تعملي كده؟ بطلع اعمل اكتر، بس عشان هنا المكان وحفلات و طب انا ممكن اقعد بيه بدل ما البسه تاني. ده غربي. منع الشرقي بقى. ماشي خلينا نعدي. ماشي اوكي ممكن نلعب بالترتيب. هما هي باد جاي. لا باد جاي باد. ده باد جاي ده غربي. ما ها ما انا باد جاي هوريك حتى في الموسيقى في جود جاي وباد جاي. شغلي الباد جاي. الباد جاي اللي هو الولد اللي مش كده يعني مش تمام. باد جاي في الغربي فيه طبعا، بره فيه نفس التجارب. احنا عارفين ان باد جاي في كل حته. دي تجارب مجربه في كله. بالظبط. باد جاي موجود. جود جاي موجود. ماشي يلا بينا. يلا. I'm the bad type, make your mama sad type. انت بتفهم مسرح تعملي كده؟ ما انا بعمل كده هنا اكيد بعمل كده على المسرح. ايه برافو. انت برج ايه؟ الحوت. طب ده الحوت ده يعني برضو هادي شويه. انا هاديه في البيت. هايبر. ما هو الشغلانه يعني انا كنت عايزه، او انا بحب مثلا مايكل جاكسون، بحب الاستعراض. اوكي. فكنت عايزه ادخل الموسيقى في الشو يعني يبقى شو. في الاستعراض. طب والطبلة والحركات دي بتعمل بيها ايه؟
هسامح هاخد نفسي. ممكن كوبايه ميه للاستاذه لو سمحتوا يا جماعه. زنهرت زنهرت مني بعد اربع خمس كده دقايق كده. ده انا هطمع الحلقه كلها. خليها بقى ايه؟ لا لا ولا تقلقي خالص. هنعمل ايه تاني؟ ممكن نلعب كمان تراك بالاورج وبعدين بيقولوا لك سيلافي ولا اللي بعد باد جاي. اللي بعد باد جاي بتقول لك وايه اللي بعد باد جاي؟ ايه اللي بتقول لك؟ ما انت اكيد سامعها على الهوا. حسين الجسم. لا طب خلينا في هوريكي بقى حاجه تانية. وريني. مش الاورج. ماشي ثانيه واحده. ماشي. طب ايوه عشان بس البنت بتبقى براحتها وكده. هو الناس كمان بتحب يعني انا بلعب بيانو بس الناس بتحب الفرفشه. انا احب الفرفشه. يعني اموت في الفرفشه. يعني الفن جميل وكل حاجه بس برضه الناس بتحب الفن والفرفشه. اتفضلي. بس عايزين بس ايه نعلي الصوت بعد اذنكم. ما احنا الصوت عالي ما تقلقيش. بس بتقول لك عايزه انهي تراك؟ اللي هي قبل الطبطبه. قبل الطبطبه. ماشي بس نعلي بس الصوت. علي الصوت بس عشان هي تسمع. ايوه انا فهمت. انا دخلت الاستوديو النهارده. ايه حلوة. طب هتعملي بيها حاجة تانية؟ لا يا للأسف بتبقى الحاجات السوري واللبناني وكده. طيب والطبلة؟ لا الطبلة دي خليها مفاجأة لآخر الحلقة. طيب يعني خلينا نختم بيها. انت ال 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 الآلة المفضلة ليكي؟ الأورج؟ البيانو؟ الصراحة فين المية؟ لا عادي أنا عشان بتحرك. المية هاتوا المية. ما هو شايفه هو ده. هات 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 هات. تسلم ايدك. كتر خيرك. شكرا شكرا. انتي حبيبتي اتفضلي. شكرا عاشور. زميلنا العزيز. تشربي ميه عادي. انا متعوده على المجهود ده. انا بقعد ممكن ساعه على الستيج. طب يلا قولي لي ايه الاله المفضله ليكي؟ انا بصراحه انا دخلت البيانو وانا صغيره. ما كانش يعني ما كنتش عارفه اختار. دلوقتي بحب اسمع الالات الايقاعيه اكتر. عشان كده جبت ده برضو شويه بسيط في الطبله يعني بس بحاول. برافو عليكي. يعني انت دخلتي تتعلمي بيانو وأورج وانت صغيره. لكن لما انا عندي 7 سنين. 7 سنين. لكن لما كبرتي ابتديتي تختاري الات اخرى انت بتحبيها انت عايزاها. دي حقيقه. شاطره. انا شاطرة. بحب الحاجات اللي انتشرتي ازاي؟ والله هينفع اقول اسماء نجوم؟ ينفع تقولي اسماء. طيب تمام. انا في الاول كنت بلعب مع بند في بندات يعني كنت اورج. على فكره اللي عنده اورج زي ده استاذ هاني شنوده كان مع فرقه المصريين زمان كان عنده اورج زي ده. بس فكره بقى ان انا اعمل شو لوحدي وبتاع ابتدت يعني انتشر من حفله محمد رمضان بصراحه. اللي هي اول حفله عملها في المناره. تحياتي ليك يا رمضان. تحياتي ليك ولجمهورك الكريم. ها بس ممكن بقى نلعب له حاجه. يلا مافيا. يلا هينبسط قوي. I'm gonna go.
حلوة قوي، ربنا يخليك. بتقعدي تتمرني على الأغاني قدام المراية؟ لا خالص. أما بتعملي إيه؟ هو أنا بصراحة عديت مرحلة المراية دي. بتقعدي تتمرني، مش قصدي قدام مراية، قصدي بتقعدي تتمرني لو أنت مثلا عايزة تغني مافيا بتاعت محمد رمضان، بتقعدي تلعبيها وتجربيها وتقفي وتشوفي وبتاع، ولا بتعملي إيه؟ ما ده كان في الأول، دلوقتي بقيت بطلع وبحس الموضوع يعني ببسط. يعني لو حد طلب منك في أي حفلة تعملي حاجة مفاجأة تعمليها من غير ما تبقي متمرنة أو متدربة عليها؟ على حسب هي إيه برضو، ممكن تبقى في حاجة صعبة لازم أسمعها مرة على الأقل عشان أعرف. مرة واحدة ممكن أسمعها مرة وأعزفها. بعد مرة تعرفي تعزفيها؟ ممكن ايه الشطارة دي؟ ربنا يخليك، ده سنين بقى. برافو عليك. طب هتعملنا ايه بالطبلة؟ انا هتجنن. طيب احنا لو هنختم هنختم خلاص، هنختم اكيد. طيب هي دي مفاجأة. ها بس عشان اطلع البرشام اللي بغش منه. دي مفاجأة ليكي مخصوص. ليه انا؟ ايوه. رضوى شربيني؟ ايوه. انا بحبك يا دودي. بس نقعد كده عشان ايه؟ يلا. بنوتة شقية حلوة وذكية، تنصر المرأة تضرب الطلقة، تعمل قلبان في دماغ المان، لو تسأل عنها يقولوا لك هي رضوى الشربيني. يس رضوى الشربيني. ايوة رضوى الشربيني. ايوة رضوى الشربيني. دي كلمات ماما على فكرة. انا ماما بتحبك قوي وانا بحبها قد الدنيا حبيبتي، واشكرك على وجودك. على ايه؟ انا اللي شكرا. خطيرة دي بجد. انا قلت اعمل لك حاجة. الله، ده انا مختلفة. انا هعملها، ممكن اعملها رينج تون، ممكن يا ريت اعملها رينج تون. الله، قلت ايه؟ طلقة ايه في دماغ المان؟ ايوة تعمل قلبان في دماغ إيه المان. ايه تعمل قلبان تاني؟ عايزينها تاني. يا سلام. يلا يلا تاني؟ يلا تاني. احنا ورانا حاجة. انا تتر ال يلا بقى. يلا يلا يا دلال. يلا عايزاكي بقى. انا هفك. أيوة. هفك. بنوتة شقية لواوي ذكية، تنصر المرأة تضرب الطلقة، تعمل قلبان في دماغ المان، لو تسأل عنها يقولوا لك هي رضوى الشربيني. أيوة رضوى الشربيني. أيوة رضوى الشربيني. أيوة رضوى الشربيني. أنا رضوى الشربيني. أيوة. نورت الدنيا يا دلال. واشكرك على وجودك. انا هعمل دي رينج تون. ضربت في دماغ المان. انا عملت كده فعلا، وان شاء الله تنورينا تاني وتشرفينا تاني. ده شرف ليا والله. شكرا يا دلال. ميرسي. كان معانا دلال الخميسي، ورتنا شويه حاجات حلوه، وعملت لي الرينج تون بتاعتي. ايه عملت ايه؟ هاتي كده. كان عملت الرينج توب بتاعتي بنوتة شقية حلوة وذكية، تنصر المرأة تضرب الطلقة، تعمل قلبانة في دماغ المانة، لو تسأل عنها يقول لك هي رضوى الشربيني. خدها جهازة عمرتي يا حبيبة. التفاصيل قد كده ونرجع لكم من هي وبس.
ده من المواضيع اللي احنا بنسميها صراع الأجيال. هم بيقولوا علينا ان احنا كأهالي أمهات وأبهات متأخرين فكريا، واحنا شايفين ان هي على فكرة يعني دي الأصول، يعني زي ما احنا تربينا انتوا كمان لازم تتربوا معانا، احنا سويا، احنا عائلة واحدة، نحيا من لا مع ولا ضد، احنا مش عارفين مين مع ضد مين ومين مع مين، لكن احنا خلينا نتكلم ونرحب بضيفتنا العزيزات دكتورة ميسون الفيومي، منورة الدنيا كلها. ربنا يخليك، ربنا يبارك في عمرك. دكتور ميسون مدرس العلوم السلوكية، ضد فكرة انه الاولاد يتأخروا في الخروج بره البيت، باين يعني طبعا، لان احنا تربينا بطريقه زي ما حضرتك تفضلتي دلوقتي قلتي احنا جيل وهم جيل، هم بيعتبرونا ان احنا اولد فاشن. ايوه احنا اولد فاشن. نروح بقى للنيو فاشن. نانسي نانسي ايمن نانا طالبه، هاي يا عيالي هاي يا روح. انت طبعا ما عايزه بقى تخرجي وتهيصي بقى ومع اصحاباتي يعني مع احترامي لجيل حضراتكم، وطبعا كده كده احنا متربيين على الاصول برضو، بس هو الجيل زمان يختلف عن جيل دلوقتي في حاجات كتيره قوي. سعد كام سنه نون؟ 21. 21 سنه. هبدا الجلسه وهندخل التليفونات وكل حاجه. موضوع النهارده يا جماعه موضوع بسيط كده، هل خروج الابناء من الحين للاخر كده لو في وقت متاخر، ها عندها عيد ميلاد وعايزه تتاخر مع اصحابها، عايز يخرج كل يوم مع اصحابه عشان هو ولد ويرجع الساعه 2 و3 و4 الصبح، هي اشمعنى اخويا انا على فكره مش معناه ان انا بنت ان انا متاخرش زيه، انا كمان صاحباتي بيتاخروا، انا كمان صحابي بيتاخروا، انا من حقي ان انا اتاخر، ايه مشكله يعني ايه 9 ايه 10 11 لا انا عايزه اركع الساعه مش عارفه كام وحاجات كده، هل ده عليك شايفه ايه بقى؟ لا بص، خلينا نتفق ان مرحله الخطوره مرحله المراهقه هي مرحله خطره قوي قوي قوي، لان هي مرحله انتقاليه ما بين الطفوله وان خلاص احنا بنبقى انسان مسؤول. صحيح. يعني الاول تصرفاتنا عشوائيه شويه، بنستحمل بعض الاخطاء لانه لسه، لكن لما بنخش في بدايه فتره المراهقه في حاجه اسمها مسؤوليه، الانسان لازم يكون مسؤول. انا لو ما ربيتش بنتي او ابني على المسؤوليه، طب هو يتعلم بعد كده اداره وقته ازاي؟ يتعلم تحديد اهداف في حياته ازاي؟ يتعلم ان يكون لما يجي يتجوز يبقى مسؤول عن بيته واسره ازاي؟ ايوه بس هو مش شايف الكلام، او هي مش شايفه كلام حضرتك بتقوليه، هي مش عايزه تبقى مسؤوله. لا هي مش هتشوف، هي عايزه تنبسط مع اصحابها. ما هو الانبساط بصي حضرتك على حاجه، يعني انا بنوتي اصغر منها بسنتين بس، تمام؟ لما كنت يعني كانت تيجي وتكلمني مع صحابها، واتفاجئت في سته ابتدائي كانت صحابها بقى نطلع المول والناس بعد الامتحانات اخر يوم امتحانات مظبوط، نطلع المول ونتغدى بره وندخل سينما وتعالوا بالليل الساعه 11 خدوني، طلع يعني ايه الباص يجي ياخد الساعه 7 و5 لحد الساعه 11 بالليل، انا ما اعرفش عنك حاجه خالص، فرفضت رفضت رفضت وما طلعتش، قلت لها ممكن اوديكي اخر فقره هي تروحي السينما وترجعي او تروحي تتغدي وتقعدي توقيت معين. لما كبرت كانت في الاول بتتضايق، لما كبرت قالت لي احلى حاجه ان انت عودتيني ان كل مرحله ليها جمالها، كل مرحله ليها حته بتاعتها، تمام؟ هي دلوقتي بقت في اولى جامعه، الوضع اختلف شويه واختلف كتير عما انا كنت عليه، بس انا دايما مختلفه عن اصدقائها او اصحابها، فدايما يقولوا لها انت مامتك بابا بتخافي منها، بس انا لما بعمل كده انا كأم من حقي اخاف على بنتي، انا واثقه في بنتي مليون في المية، بس ما عنديش امان في العالم الخارجي، فكل حاجه ليها قيود، لان دلوقتي لما تتعلم من صغرها مثلا انا ممكن اخرج لحد الساعه 8 او بلاش توقيت، لان ده برضو التوقيت بيختلف من عيله لعيله. صحيح. يعني انا ممكن اشوف توقيت صحيح. 8 ده كتير في الشتاء، غير يشوف ان 12 في الشتاء ده صح. بالنسبه لنا عادي، صح تمام؟ فانا ما اقدرش احدد مواعيد حسب كل ما انا تربيت او حسب انا بالنسبه لي، افرضي انا واحده ام من العادي ان انا اخرج مع صحابي 10 بالليل ورايح 3 الفجر، فبالتالي بالنسبه لي لو بنتي خرجت في نفس التوقيت خلينا نقول متاخر، خلينا نقول متاخر، لكن انا بالنسبه لي انا اهو لحد هذه السن ما بعرفش اتاخر بره البيت. نانسي بترجعي الساعه كام انت؟ والله هو على حسب انا هعمل ايه، يعني انا دلوقتي حضرتك اتكلمتي عن مسؤوليات، ان انا اخرج دلوقتي مثلا انا حابه ان انا النهارده هروح سينما مثلا وتبر بقى حفله الساعه 9 ونص 7 الا ربع مش مهم، انا رايح السينما، انا ان انا يوم انا هتفق فيه طبعا مع اهلي، انا النهارده يا جماعه والله عندي كذا كذا وخارجه مع كذا كذا، انا دلوقتي اهلي عارفين انا فين، انا رايحه اعمل ايه واخلص امتى، وده طبعا كله بيعتمد انا اهلي عارفين ان انا متربيه ازاي وعارفين الناس اللي حواليا برده هيبقوا عاملين ازاي. تاني حاجه حضرتك اتكلمتي ان انت واثقه في بنتك بس مش واثقه في العالم اللي حواليها،
انتي لو حضرتك دلوقتي قعدتي تقولي نفس الجمله دي لحد ما بنتك تكبر تكلمش وتخلي بنتك تعمل اي حاجه. لا هي بنتي بتعمل كل حاجه، بتعمل كل حاجه وعايشه حياتها طبيعي، ما ينفعش نحط اللوم على العالم الخارجي. لا خالص انا ما بقولش كده، لا مش عايزه خليها بس تخلص. يعني انا دلوقتي ما ينفعش اقول والله اصلا انا مش هوديكي مثلا، حابه هي تنزل تروح القاهره مثلا تقولها والله مش هوديكي القاهره عشان مش واثقه في العالم الخارجي، او مثلا والله مش هوديكي السينما. يعني ايه المقصود رايحه القاهره؟ يعني مثلا لتسي ان هي عايشه مثلا خارج القاهره، اه محافظه، اه مثلا محافظه ورايحه محافظه ثانيه، بس هو ده الموضوع ممكن يبقى كبير شويه، بس مثلا لا خلينا نتكلم على نتكلم في نطاق اصغر. مثلا انا عايزه والله النهارده هروح سينما، ايه يعني ايه انا مش واثقه في العالم اللي حواليكي؟ لا ما هو هي مش ممنوعه انها تروح سينما، بس هي بتتكلم على التوقيت. انت دلوقتي قلتي 7 الا ربع او 9 الا ربع وات ايفر، لا هي مش وات ايفر، هو 9 الا ربع الفيلم هيخلص الساعه 12 بالليل، يبقى 12 يبقى فيها خلاص واجي. ايه المشكله يعني مثلا حضرتك انت مش موافقه؟ ايه اللي مش موافقه عليه؟ انا بالنسبه لي انا بيبقى لازم اخويا يجيبها، ما اقدرش اديها، ما اقدرش اخليها ترجع باوبر الساعه 12 بالليل ولا 11 بالليل. ما عنديش مشكله في الوقت، انا لكن بخرجها. وبعدين لما تيجي رايحه حفله عيد ميلاد، رايحه خطوبه، اكيد غير حفله، غير مشوار رايحه فيه مع صحابها، تمام؟ وبعدين ما يبقاش الخروج ديلي، يعني يوميا يوميا يوميا. لا كده مش احنا مش بنتكلم في يومين، احنا بنتكلم دلوقتي. هي بتقول انه السينما 7 الا ربع او 9 الا ربع، ده يفرق انه يا ميد نايت اللي هو اسمها بالترجمه الحرفيه حفله منتصف الليل. ايوه ايوه. ايه لا استعني هنا. لا انت زي بنتي. اي من ايه؟ لا دلوقتي انت حضرتك عارفه انا مثلا بنتك مثلا حضرتك انت عارفه ان هي رايحه هتروح مثلا سينما من 7 او مثلا من 6 ل 9 بس، او يا اما من 9 ل 12. مفيش يا اما دي مين اللي ادى الاوبشن بتاع يا اما يا بنتي؟ 9 ل 12 دي ايه؟ 9 ل 12 ترجعي بيت الساعه 1؟ خلينا نقول اذا كانت ماما ما بترجعش بيت الساعه 1 يا امي، انا ارجع بنتي ترجع بيت الساعه 1 ازاي؟ ماشي. طب انت لو عارفه، وحتى لو انا برجع الساعه 1 انا ام. اوكي ماشي، بس راح اجال على بك ده سرعه. ثانيه انت دلوقتي بتقولي انت ام ماشي، انت هتفرقي ايه عنها؟ يا لهوي افرح حاجه كتير قوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي افرح حاجه كتير قوي. اولا اولا مسؤوله وكبيره ماشي، بس الخطر، الخطر اللي ممكن يحصل لبنت بره نفس الخطر اللي ممكن يحصل لها. لا لا ليه بقى؟ ليه نفس الخطر اللي ممكن يحصل لها ممكن يحصل لي، لكن تصرفي مع الخطر ده مش هيبقى زي تصرفها. اولا خلينا نبقى متفقين يا نانسي انه فكره ان انت كل يوم بتكبري يوم يوم مش سنه بتضيف لك حاجه جديده في شخصيتك، بتتقل شخصيتك اكيد. فالنهارده تعاملك انت قلتي عندك كام سنه؟ 21. 21 سنه غير وانت بتتعاملي مع نفس الموقف وانت عندك 15 اكيد. لانك نضجتي. طب وده انا نضجت ليه؟ فالنضوج، لا سيدي اهدي بس عليا، فالنضوج بيخليكي تتعاملي مع الاشياء بشكل مختلف. واحد. اتنين، النهارده انت خارجه مع اصحابك بباكت ماني معين، ولا بابا وماما بيدوكي 10000 جنيه وانت خارجه؟ 5000 جنيه وانت خارجه؟ لا بس اكيد بيبقى معايا فلوس احتياط. حلو. مثلا الفلوس الاحتياطي اللي معاكي دي ممكن تكون مش كافيه ان حضرتك تعملي، او زي ما بتقولي كنت بتدي دلوقتي مثل ان حضرتك لو مثلا في اسكندريه وخارجه مع اصحابك في القاهره ان حضرتك تاجري عربيه وترجعي لو لا قدر الله انت سايقه عربيتك اتكسرت. طيب ماشي، انا هقول لك برده حاجه، ما انا ممكن اروح برده الصبح بدري والعربيه تتكسر. لا هي مش القضيه، النهار يا حبيبتي له عينين، النهار له عينين، النهار انا هعرف اقعد في اي حته احط ايدي على خدي استنى اخويا او اختي او اي حد من اصحابي يجي يلحقني، لكن لما تكوني داخله سينما من الساعه 9 للساعه 12 بالليل. طب ما انا نفس الوقت اللي هستنى هتقعدي بقى ساعتين لحد الساعه 2 الصبح صح؟ يعني تقعدي تستني 2 العصر ولا 2 الظهر ولا تستني 2 الصبح؟ هتفرق ايه؟ ما في الحالتين انا هستناهم يجي يلحقوني. لا هتفرق كتير. انت لما ترجعي بيتك از عادي ان انت ترجعي بيتك الساعه 2 الافضل بالنسبه لك انك ترجعي بيتك 2 الصبح ولا 2 الظهر؟ لا هو ممكن بس اسالها يعني اقصى ميعاد حضرتك وصلتي في مره بيتك كان الساعه كام؟ يعني اكتر مره اتاخرتي ودخلتي بيتك مش في فرح، مش في افراح، لا في العادي. امال كايك عادي؟ يعني خارجه مع صحابك عادي. واحده صيف شتاء ولا مش فرح؟ لا ما هو كان ايفنت ما ملوش علاقه، يعني هو كان حدث حصل في حياتي خدت بيرميشن ان انا اتاخر الساعه 1. لا مش مناسبه، مش حاجه. لا مش مناسبه، انا بقول لها ان في خروج مع حياتي حصل يعني خروج مع صحابك العادي. بتخرجي مع صحابك ترجعي الساعه كام؟ في الطبيعي اللي هو الطبيعي بتاعك العادي 11 ده العادي. طب ما يعني اصل انا حوالين يعني انا ده بتكلم فانا نطاق حوالين مثلا حوالين اهلي كده كده هم عارفين انا ببقى فين وبعمل ايه، حتى لو انا مثلا نازله اذاكر احيانا بقول لهم ماما مثلا نازله اذاكر عشان عندي امتحان بكره،
ماشي بروح بخلص مذاكره بروح 11. طيب انا مش مختلف على فكره، بس سن حضرتك 21 سنه. طب انا دلوقتي لو انا عندي مثلا مراهقه عندها 15 سنه، انا ما اقدرش ارجعها متاخره. ماشي بس ما ينفعش برضه تحرميها. يعني انت مثلا مين قال انها هحرمها؟ هو ليه يعني لازم يبقى في حرمان؟ ليه ما يبقاش في قواعد؟ يعني انا احط قواعد للبيت. انا دلوقتي لو علمت ولادي الالتزام وعلمت ولادي ان في مواعيد بندخل بيها بنخرج بيها، في التزامات جوه البيت، يعني مثلا في بعض من المناسبات. طب حضرتك لسه قايله دلوقتي ان هي لو تاخر هتبعتي اخوها ياخدها. لحد هذه اللحظه وهي قاعده بره، لحد هذه اللحظه لو هي تتاخر اخوها لازم يجيبها. طب يبقى حضرتك ما عندكيش مشكله في التاخير، حضرتك عندك مشكله في المواصله. ما عنديش تاخير، بس هي فين؟ لا لو هي خارجه مع صحابها هيروح برضه ياخدها، بس مش هزود عن 10. طب يبقى حضرتك ما عندكيش مشكله مش في الخروج في التاخير. لا مش في التاخير، حضرتك عندك الرجوع. لو هي لوحدها يبقى عندي مشكله في التاخير، لان ممكن ساعات اخوها ما يبقاش فاضي، يبقى غير مسموح. هترجعي تخلصي تروحي، ممكن تقولي انا خارجه مع صحابي في الجامعه بعد الجامعه. لا انت مين بيرجعك يا نانسي؟ لا انا بسوق. اه عشان هي كبيره عندها 21 سنه. لما انت كنت عندك 16 سنه مثلا كنت بتعملي ايه؟ لما انا كان عندي 16 سنه لا كان بابا كان بيوديني وبيجيبني. وبترجعي الساعه كام؟ ما كانتش برضو قوي، لان كنت عايشه في مصر، فكان الموضوع مختلف شويه. رجعت مصر انت عندك كام سنه؟ رجعت مصر في اولى جامعه وانا عندي 17 سنه. كنت بتخرجي لحد الساعه كام؟ 10. 10 معقول؟ معقول. وبابا راح يجيبها. انا ده اللي انا بتكلم، هي المشكله فين؟ ان انا لو ما بنتي او ابني بيتاخروا، انا كأم مش عايشه حياه طبيعيه، بيبقى عندي حاله قلق خوف. لو كمان بقى ساعات لو انتوا بقى في حته فيها دوشه قوي فالموبايل مش بيرد، فابتدي بقى حصل لا ما حصلش اتاخرت مش عارف ايه، لا ده عمل حادثه، ده موبايل قطع، بتكلم بامانه تليفون قطع. يعني انا برضو كأم من مش هتمشي. خلينا نتكلم بجد، مش هتمشي. انا مش همشي بشاحن طول ما انا قاعده مع اصحابي. لا بس انت لو عارفه ان انت النهارده هتتاخري لازم تبقي عامله احتياطاتك. ساعات بيحصل وبيبقى بيحصل. لما بيحصل التليفون باظ وقع في ميه على نار. طب ما جماعه معلش، يعني انتوا نفس الاحتمالات اللي انتوا عاملين تحطوها دي ممكن تحصل معايا الصبح. انا ممكن ابقى خارجه الصبح برده تكوني. هو بصي خلينا نتفق، هي بصي خلينا نتفق يا جماعه، هي بتوصل لحالات الخطر. عندي شمال يمين، هي ما احنا مش يعني هما الجيل ده، انت هتيجي كده هيجي كده. لا هيجي كده. بس اصل احنا المجتمع يعني اللي احنا فيه ده، اي حاجه ممكن تتوقعيها تحصل لي الصبح. حادثه طب ما هي ممكن تحصل لي الصبح. بس عايز اقول لك على حاجه، انا ممكن اتخطف الصبح في نقطه. جرى العرف، جرى العرف في المجتمعات بصفه عامه دايما مشاكل بالليل، بالليل اكتر بكتير من مشاكل النهار. ليه؟ ممكن انا بنت صغيره ماشيه في الشارع او كده يحصل لي مشكله، اقدر استغيث يعني حد، يعني حد يساعدني. ممكن بالليل ابقى في حته ما فيش. انا ابسطها هبعت لماما لايف لوكيشن. ما على ما فيش وقت تبعتي حبيبتي. لا انا هبقى نازله ابعت لها لايف لوكيشن. تبعتي ماشي ممكن تعملي. طب انا بقول لبنتي ساعات في احتياطات كتيره قوي انت ممكن تعمليها. انا ما طب انت بتتكلمي عشان انت عندك المقدره وعندك عربيه تقدري تسوقي وترجعي البيت. ماشي انا مش طول حياتي كنت كده. حلو. البنات بقى اللي ما عندهمش عربيه مثلا في البيت، خلاص ماشي احنا او ما عندهمش 21 سنه، خلاص يبقى احنا مش بنتكلم ساعتها بقى عن ايه. احنا مش بنتكلم عن التأخير، احنا بنتكلم على الوقايات. يعني ده كده موضوع حلو. انا موافقه. ماشي بنتكلم على الوقايات. لو بنتكلم على الوقايات زي ما الدكتوره دلوقتي بتقول، الاسهل او الـ مش الاسهل، اللي ينفع الامن. لا مش قصدي الامن، يعني نسبه انه حد يتحرش بيكي الصبح في وسط 10 غير لما ان هو يتحرش بيكي بالليل وانتي بتركني في مكان ما، صح؟ على فكره احنا برضو مثلا كبنات في المجتمع المصري عادي جدا بنمشي بالليل، مثلا ممكن حد يعاكس واتيفر بلوفز او بحاجه، نفس الكلام بنسمعه الصبح عادي. بيحصل في كل مكان وفي كل حته، ده ملوش اي ليميت بجد. يعني مثلا يا رضوى انت دلوقتي لو رحت سالتي اي حد هتلاقي لا في ناس. لو سالتيها انت قبل كده مثلا حصلت لك اي حاله تحرش الصبح هتقول لك اه. لا بس انا اقول لك على حاجه، انا كأم بقول لبنتي دايما بقول لها ايه، انا بحاول احافظ عليكي اني ما اعرضكيش لموقف يضايقك في حياتك. طب ما هي بتقول لك ايه؟ ما هي بتقول لك الموقف. هتلاقي ناس والله هتلاقي. اما هي بتقول لك الموقف هتلاقي ناس. انما هتلاقي ناس. وبعدين هو انا لو قعدت احمي كل شويه بنتي من موقف يضايقها هي تتعلم تدافع عن نفسها؟ لا ما هي بتتعلم. مين قال لك انها ما بتتعلمش؟ طب هي ما بتتحطش ما شاء الله من انتوا صغيرين بالظبط بقى. احنا بقى جيل وفاهمين وواعيين، احنا كنا غيركم. ما بالظبط. يعني انا ممكن اكون مثلا عديت ال 21 سنه اللي فهمت حاجات انتوا كنتوا فاهمينها وانتوا عندكم 11 و12 سنه. رديتي على نفسك اكتر. بتكلم بامان، انا مش مختلفه. جيل متفتح، جيل واعي. أيوة. جيل عنده. طب يبقى خلاص هتعرف تتصرف لو اتاخرت.
لا في مواقف برضو احنا البنات ضعيفة. ما هي بتقول لحضرتك اهو لو في تحرش وبنكلمه مثلا يا جماعه التحرش اللي بيعمل كده بيعمل الصبح بيعمل بالليل. انا مش بتكلم مش ماشي بالجزئيه دي، انا بتكلم في جزئيه ان انا بعلم الالتزام، بعلم احترام المواعيد. ما انا ممكن الساعه ما انا ممكن اقول لها ارجع الساعه 11 بالليل ويبقى احترام مواعيده وترجع الساعه 11 بالليل. بس راجعه ما هو منين بقى من اي مكان؟ يعني انا مثلا بنتي معظم حاجتها يعني كليتها وكله في التجمع، تمام، في حتت في التجمع فاضيه، انا لا امل لا امل في حتت برضو حواليه هنا فاضيه. ما هو انا بتكلم في كده، لكن هي في راحه. ما حضرتك لو نزلتيها في اكتوبر برضو ما هي برضو في مناطق فاضيه، في مناطق فاضيه انا كأم يبقى مش هتنزليها. لا هنزلها وتروح واخوها يرجع يجيبها. افتح التليفونات يا جماعه، عايزه اسمع حد او انا مش مع المطلق ان هي مشاهده كده او اتنين يقولوا لنا. احنا ممكن نعمل جزء تاني من الكلام اللي احنا بنقوله، احنا ممكن نعمل جزء تاني. اخد سلمى الاول. يا سلمى للاسف الوقت. طنط دودو؟ لا قولي لي يا دودو النهارده، قولي لي يا دودو بس لو سمحت. يا دودو عامله ايه؟ حبيبه قلبي انا يا سلومه. سلومه انت عندك كام سنه؟ ما انا قلت لك امبارح 17. امبارح 17؟ امبارح فين؟ تعالي هنا. امبارح فين؟ 17. مش كنت بقول رايي؟ هو انت هي نفس السلمى؟ ايوه. كذابه انت، عرفت القشره. ايه الشطاره دي؟ طب سلومه بقى طالما انت هي سلومه بتاعت بابا ماما بيخلوكي ترجعي الساعه كام؟ بصي هو انا بروح كل حته مع أيوة. ماما وبابا ينفع ان انا اتاخر معاهم، ولكن ما ينفعش ان انا اتاخر لوحدي لانه ماما بتقلق قوي، فاهمه؟ فكان ممكن يجرى لها حاجه، وكمان في امهات عندها الضغط والسكر والقلب مش هيستوعبوا فكره ان هم ابنهم يعني يقعد وقت طويل قوي لوحده متاخر، وكمان ما يعرفوش عنه حاجه. فكمان في بنات بتكون ساكنه في مناطق ما ينفعش فيها ان هم يتاخروا. ما عنديش مشكله ان البنت تخرج وتتفسح لانه ده حقها طبعا، لانه ده سني، ولكن في حدود. لكن انا ضد فكره انه البنت يعني تفضل لوحدها. يعني انت بترجعي مع اصحابك الساعه كام يا سلمى؟ انا يعني هو انا بخرج في كل حته مع ماما، بس اكيد مش بنتاخر. صحابك يعني. صحابك صحابك صحابي انا يعني ممكن 8 مثلا، 8 ونص. والله برافو. طيب شكرا يا سلوم. كلمينا كلي من سلمى دلوقتي عشان انت جميل. اخد مين؟ لينا. ايوه. ازيك يا لولو؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ لولو عندك كام سنه؟ 24. 24 سنه. بترجعي بيت الساعه كام يا لولو؟ والله يعني على حسب، ممكن ارجع الساعه 1 مثلا، ممكن ارجع الساعه 2، يعني على حسب مثلا وراي حاجه بعمل حاجه. ايوه ايه اللي وراكي؟ واحده ايه؟ صبح؟ بالليل؟ لا اللي هو واحده اي ام. اي ام؟ معلش ثانيه واحده. بتعملي ايه لحد الساعه 1 و2 اي ام؟ ممكن مثلا اكون عند واحده صاحبتي مثلا بتعمل حاجه في البيت، او هي مثلا مش قادره تعمل حاجه لوحدها، فانا بفضل مثلا قاعده معاها اخلص معاها اللي هي بتعمله، اساعدها في حاجه مثلا كده لحد ما يعني خلص. مجرد ما بخلص بروح. وبابا وماما يعني بابا وماما عارفين اوكي، ما عندهمش اي مشكله طالما انا في بيت، وطالما عارفين ان انا مثلا قاعده مع صاحبتي مثلا لان انا بساعدها في حاجه معينه، هي مثلا قاعده لوحدها مثلا فمستنيه لحد ما طب بتخرجي لما بتخرجي لما بتخرجي بقى خروجات مش قاعده في بيت، لما بتخرجي خروجه بترجعي الساعه كام؟ لو انا خارجه خروجه عادي اللي هو مثلا قاعده في كافيه عادي، ممكن ارجع الساعه 1 يعني عادي، اللي هو الساعه 1 مثلا على ما بروح. اللي هو يعني مثلا هطلع من المكان الساعه 12 او 12 ونص على ما هروح وكده، فيها واحده مثلا، فيها واحده وشويه. من وانت عندك كام سنه يا لينا؟ انا من وانا عندي كام سنه؟ من لا من كتير يعني، ممكن عندي 18 سنه مثلا. برافو. طب وما حدش بيتخانق معاكي ولا اخوكي ولا بابا ولا ازاي ترجعي وتروحي وقت متاخر؟ لا خالص، هو بس بيكلموني يطمنوا عليا. خلاص هم عندهم ثقه فيا، عارفين ان انا عارفين انا فين، عارفين انا بعمل ايه، وعارفين ان انا اقدر اعتمد على نفسي، ان انا مش طفله يعني، لا انا عارفه اعتمد على نفسي. فخلاص بيسيبوني براحتي وتمام، اللي هو اهم حاجه بس يبقوا عارفين اللي هو يطمنوا عليا، انت كويسه؟ طيب خلاص. طب لينا معلش عشان احنا الدكتوره هنا قالت كلمه مهمه جدا فعايز اسالك عليها. لينا انت بتخرجي كل يوم ولا يعني بتقعدي مع اهلك قد ايه؟ هو انا عامه انا بشتغل،
فانا كده كده مضطره انزل كل يوم. حلو. فالوقت اللي انا بقعده مع اهلي كده كده قليل قوي، اغلب وقتي انا بقعده في شغلي مش بقعده في البيت، وكمان برجع ساعات من الشغل انا عايز اخرج فبرجع برضو انزل مثلا. طيب ما شكرا شكرا يا لولو. بس هنا الدكتور قالت حاجه مهمه، امال الترابط الاسري هيجي منين؟ انت بتخرجي كل يوم، لو انت بتخرجي كل يوم مع اصحابك بتتاخري وبتنزلي وبتشتغلي بتقعدي مع بابا وماما امتى؟ ولكن هي مامتها وباباها ايه، مامتها وباباها، مامتها وباباها بي بي بيعملوا نفس اللي والدك ووالدتك بيعملوا. مدينا الثقه. ايوه ايه اللي دخل؟ انت قلتي بترجعي الساعه كام واحده؟ انا برجع في الايام العاديه 11، لو ورايا حاجه ممكن امدها شويه عادي لحد ما اخلص. العمليه مش ان انا مش واثقه في بنتي او في ابني، مش هي دي والله ابدا. العمليه ان انا بعمل نظام سيستم في بيت، بعمل ارتباط ما بيني وما بين الولاد، الارتباط بطلع منه انسان مسؤول عنده اداره وقت. ممكن يا جماعه ناخد التليفون كمان. قادر قادر يظبط امور، يعني انا مثلا هخرج مع صحابي بس لازم اقعد مع مامتي. انا ولادي مثلا الولاد كبار اهم اتخرجوا من الجامعه، اصحابهم بيقولوا لهم يعني انت في ممكن تعالى نسافر في العيد، يقول لهم ما اقدرش اول يوم العيد يوم الوقفه. ايوه بس دي مش دي ايوه بس ده ترابط اسري ملوش علاقه بالخروج لو انا سايبه الدنيا وروح براحتك ما هو لما هم صغيرين سايباها براحتهم مش هلاقيهم. بس خلي بالك دي برضو وجهه نظر، لا مش وجهه نظر، لو دي ما هو لو انا متعوده ان انا طول النهار بخرج مع اصحابي وبنزل وكذا. طب ما انا ممكن ماما احنا ممكن كمان نعمل الجزء الثاني وعدد الخروجات، يعني ها يا ساره سامعيني الاثنين كده وعدد الخروجات. اخد معايا نولا، اسمها حلوه قوي نولا، مدام نولا. الو مدام نولا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. تكلمينا من الغردقه. ايوه منوره الدنيا. قولي لنا يا مدام نولا راي حضرتك ايه؟ راي حضرتي ان يعني المفروض البنت يعني الحد الاقصى ليها 10 بالليل، يعني ده المفروض اي بنت كده. انا جده على فكره. جده. وعندي بنتين. ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يخليهم لحضرتك يا رب. عندي بنتين. فكنت بتعامل معاهم بالساعه. مش عيب يعني ان انا اقول لبنتي ارجعي كذا، لان دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه بتحصل حاجات كتير للبنات. اذا كان صبح ولا بالليل. طيب ما هنا يا مدام نولا هيجي نانسي هتقول لحضرتك طب طالما صبح ولا بالليل يبقى سيبيني اخرج براحتي واتاخر براحتي. ما ايه؟ صح؟ لا 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 ما ينفعش. بالليل بالاخص ما ينفعش. لا 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 ما ينفعش. ما هو ده كده حضرتك كده في تناقض في الكلام، يعني انت حضرتك بتقولي اللي بيحصل الصبح بيحصل برضو بالليل، طب ما انا كده اللي هنزل الصبح ولا هنزل بالليل؟ انت عارفه حضرتك هو المفروض ان في امريكا وانت يعني بتقولي حضرتك خروج. بتقول ان هي السينما بتروح لوحدها بتروح هنا لوحدها. ما هو مدام نولا هم لازم برضو يبتدوا يخرجوا ويروحوا لوحدهم، يعني احنا يعني عندها 21 سنة مش حلو؟ معلش 21 سنة ولا 15 سنة يا ايامنا. بص يا رضوى الايام دي هو كل زمن كان ليه ايام وليه مخبولك. في ولايات في امريكا ممنوع المراهق يخرج بالليل الا بصحبه مامته وباباه. وفي ولايات في امريكا بيقعدوا بيسيبوا البيت وهم عندهم 16 سنه. انا قصدي برضو ده بيرجع احنا لينا هويه عربيه، احنا لينا ثقافه عربيه، احنا لينا اصول. وبعدين انا في حاجه انتبهت ليها دلوقتي، احنا بس يا جماعه مش بنتكلم عن التاخير للبنات، احنا بنتكلم عن تاخير البنات والولاد. لان انا لو عندي ولد هعمل الولد زي البنت، فلو الاتنين يتاخروا او الاتنين احط لهم قواعد، لانه هو في الاول وفي الاخر دلوقتي البنت بتشتكي انها بتعامل معامله ايه يا جماعه، اشمعنى انا يا جماعه في كل حاجه كده يا جماعه، يعني انا ما بقاش لا ما بقاش لا انا مش شايفه الجيل الجديد بس انا المبادئ يعني بصي المبادئ ما بتتجزقش. التربيه انا بقى ده اللي بقوله التربيه ما بتتجزقش والاصول. بعدين انت لو زرعتي 5 سنين الاولى في حياه الطفوله المبكره 5 سنين الاولى اذا غرستي انا لازم اختم بس احنا جالنا اعتراض على الهوا دلوقتي من الشباب اولادنا
ان هم بيقولوا انه كلمه الاصول دي كلمه احنا بنحطها او الاجيال الكبيره دايما تحطها للاجيال الصغيره. احنا عايزين ندور على الاصول. الاجيال القديمه تحطها للاجيال الجديده علشان تمشيهم زي ما هم عايزين. لا يا حبيبي، لا يا بابا، لا يا ماما. الاصول اصول. الاصول دي احنا حاجه بعارفينها من 15000 سنه. ومش اللي تربيتها دي بتربي ولادك هذه الصراحه. اه وبعدين ماشي، بس ده ما يمنعش برضو ان يبقى في تطور. اتطورنا، لازم اتغيرنا. يعني مثلا اتطورنا. انت شفتي جمال. انا لازم اختم. انت شفتي فدوى اللي كانت هنا اهو؟ اه. ها ايوه، دي مامتها كانت بتضربنا بالشماعه عشان بنرجع الساعه 9 ونص بالليل لما اتاخرنا مره ورجعنا 9 ونص. حضرتك دلوقتي بترجعي 11 عادي، هو واحده. فاحنا كده اتطورنا. أيوة. احنا كده بنتطور. احنا بنتطور بس برضه، بس انا مش عايزين نتطور لحد ما نروح سمبلوين. احنا عايزين برضه الاصول. نورتينا يا نونا، نورتينا يا دكتور. والله العظيم احنا هنعمل جزء تاني الاسبوع اللي جاي. خلاص خلاص اوكي خلاص. مش قادرتي يا عزيزتي وبناتي الحبيبات، هناخد هذا الجزء الاولاني نروح بيه الجزء التاني، ندخل تليفونات اكتر، نسمع من امهات اولاد شباب هل بيخلي اولادهم يتاخروا بره البيت ولا لا. امهات البنات وفكره التاخير مش بالساعه مش بالميعاد، لان كل بيت وليه ميعاد، واللي فيه 8 في 9 في 10 في 11 في 12 في 1، يعني كل بيت على التربيه بتاعته. كان عايزين المتاخر، المتاخر تبع البيت نفسه. هنروح ده ان شاء الله وهنشوفه في الجزء الثاني لو لينا العمر. خلصت فقرتنا، خلصت معاهم حلقتنا، وخلصت معاهم ثلاث حلقات الاسبوع ده. كل سنه وسفره طيبه وبخير. 10 سنوات احتفلنا بيهم يوم الخميس اللي فات. يا رب العمر كله لكل الشفات وكل القائمين وكل الزملاء وكل العاملين بهذه القناه المحترمه. اشوفكم على الف خير ان شاء الله السبت الجاي لو لينا عمر. حلقه جديده الساعه 6 مش 6 ونص، وهي وبس.